برامج السكن التي حظيت بغلاف مالي قدره 280 مليار دينار جزائري موجه للتكفل بنفقات إنجاز 217 ألف وحدة سكنية في طور الإنجاز و13 ألف وحدة سكنية لم تنطلق بعد. إن عدد السكنات التي تتوفر عليها الحظيرة الوطنية إلى نهاية 2018 قدرت ب 9,669 وحدة سكنية 9,600,969 لوجمون، مما جعل نسبة شغل المساكن تتراجع إلى 4.49، وهي مدعوة إلى الانخفاض أكثر بالنظر إلى حجم البرنامج المتبقي إنجازه الذي يفوق تعداده 1.1 مليون وحدة سكنية في مختلف السياق.